الاحتجاجات الشعبية في العراق تتصاعد وتيرتها بصورة مستمرة في بغداد العاصمة وعدد من محافظات البلاد. المطالب لم تتغير، والإجابة الحكومية لها كانت تتمحور في أن بعضها لا يتلائم مع طبيعة الدستور العراقي المنظم الأساس للعملية السياسية في البلاد. تكتفي الدساتير في كل بلدان العالم بوضع المبادئ العامة المنظمة وتترك للقوانين بيان الأحكام التفصيلية كما في الدستور العراقي النافذ لعام 2005، والذي يعد أول دستور دائم منذ تأسيس الدولة العراقية في العشرينات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا، حيث سبقته 5 دساتير مؤقتة لم تفعل. وبحسب خبراء القانون الدستوري، فإن الدساتير نوعان، مرنة وجامدة، ويعتبر دستور العراق الحالي من الدساتير الجامدة، أي إن هنالك متطلبات كثيرة ينبغي توافرها من أجل إجراء تعديلات عليه تصل لطرح هذه التعديلات للاستفتاء العام. ويرى قانونيون بأن الدستور العراقي النافذ بحاجة إلى أن يكون أكثر تحديداً في تعريف مقاصده ليضمن عدم الالتفاف عليه وتفريغ مبادئه العامة من محتواها وفق تفسيرات تتلائم مع المنتفعين من الطبقة السياسية. وفي ظل الضغط الشعبي الأخير لإحداث إصلاحات حقيقية في البلاد، لم تبتعد مطالب المتظاهرين عن التعديلات الدستورية التي يراها البعض ضرورة ملحة في الوقت الحالي لضمان تطبيق الإصلاحات بشكل كامل دون أن تصطدم بتفسيرات المحكمة الاتحادية التي أعادت أغلب الإصلاحات الحكومية السابقة لاصطدامها بعبارة عدم الدستورية. رئاسة مجلس النواب العراقي من جانبها شكلت لجنة برلمانية لإجراء تعديلات دستورية من المحتمل أن تطرح توصياتها للتصويت في المجلس وتذهب بعدها لاستفتاء عام، فالشعب مصدر السلطات وتأخذ الدساتير شرعيتها من موافقة الشعوب. دستور يلائم تطلعاتهم ويمنع التلاعب بإرادتهم بحجة ضبابية النصوص الدستورية ومرونتها في التفسير، هو جل ما يسعى إليه العراقيون الآن في رؤيتهم لدستور ملزم ويحاسب من يخرقه. فغياب القوانين الرادعة لخرق الدستور أدت إلى حدوث فوضى قانونية في تطبيق التوقيتات الزمنية الدستورية بحسب مختصين. محي الأنصاري، MBC عراق.